بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الأول الابتدائي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الثانية اللي هي الجمع والطرح والكسور. الجمع بس الجمع عندي مرتبط ب 99، لحد 99 يعني مفيش حمل. الدرس الثالث وهو تدريبات على الجمع والطرح، تدريبات على عملية الجمع والطرح اللي احنا شرحناها في الدروس اللي فاتت. هنا بيقول لي التطعيم يحصننا ضد الأمراض، تمام. عدد التلاميذ الذين تم تطعيمهم كام؟ 45 يوم الحد، 22 يوم الاثنين، 34 يوم الثلاث، 23 يوم الاربع، 31 يوم الخميس. بيقول لي هنا اكمل بقى، عدد التلاميذ الذين تم تطعيمهم يوم الأحد والاثنين، أدي الأحد كام؟ 45، والاثنين كام؟ 22، أجمعهم 5 و2 7، طيب 4 و2 6، يبقى كام؟ 67 تلميذ. طيب عدد التلاميذ الذين تم تطعيمهم باقي أيام الأسبوع، باقي أيام الأسبوع يعني الثلاث والأربع والخميس، الثلاث 34 والأربع 23 والخميس 31، لما تجمع ثلاث أعداد 4 زائد 3، شاطر يا ولد، 7، 7 زائد 1 8، مظبوط. طيب هنا العشرات، 3 زائد 2 5، 5 زائد 3 5 زائد 3 8، يبقى 88 تلميذ، 88 تلميذ. ما أسماء التطعيمات التي طعمت؟ ويسأل ولي الأمر، أنا معرف ده الدب، الدب اللي هو 34، يبقى 34، والطيارة 22، 4 و2 6، والتلاتة واتنين 5. طيب انا جمعت الدب والطيارة، اضيف عليهم ده، يبقى الدب والطيارة طلعوا كام؟ 56، زائد اللي ماسك القلم ده ايه؟ 32، يبقى كام كله؟ 6 و2 8، و5 و3 8، يبقى كل الالعاب بكام؟ ب88. واحد هيجي يسألني، طب يقول لي مفيش ليه اللي خلتين بس وهم 3 ألعاب؟ طب ما انت جمعت لعبتين قبل كده، جمعت لعبتين دول، ولو ولا دايما لو عطيك خانتين يبقى تجمع 2 مع بعض والناتج تضيفه على اللعبة او تمن اللعبة الثانية. بيقول لي لاحظ النمط ثم اكمل. النمط يعني يا اما بيزداد بشكل ثابت او يقل بشكل ثابت. طيب هنا لو الرقم الاولاني زاد يبقى انا ايه؟ بجمع، يعني 2 او بضيف، يعني 2 بقوا 12. يبقى انا اضفت كام على الاتنين يا ولد؟ اضفت 10، شاطر. يبقى انا هنا ده زائد 10 اعطاني 12. طيب اشوف لازم الرقم التاني برضو يزيد 10، 12 زائد 22 زدت 10، ايوه اكمل بقى، يبقى 22 اضيف 10 يبقى 32، اضيف 10 42، اضيف 10 52. طيب 7 بقى 27، يبقى انا اضفت كام؟ 2 في العشرات يعني 20، اضفت 20. طب اضيف 20 هنا يبقى ده هيزيد 2، يبقى 47. طيب اضيف هنا ايه؟ يبقى 67، اضيف 2 يبقى 87. لاحظ انت هل بتضيف في الاحاد ولا بتضيف في العشرات؟ هنا انا اضفت فين؟ في العشرات اضفت 1، يعني الصفر بقى 1، الواحد بقى 2، يبقى العشرات بيزيد 1. طب هنا العشرات بيزيد 2. طيب هنا 15، طيب هنا فاضي، فمش عارف، لازم اشوف 2 ورا بعض عشان اعرف هو بيزيد ولا بينقص. 25 30،
يا يبقى انا زودت 5 بس. طيب 15 ازود 5 يبقى 20. طب لو زودت 5 يبقى 25. ايوه يبقى انا بزود 5 في كل مره. يبقى ال 30 ازود 5 يبقى 35، ازود 5 يبقى كام؟ 40. يبقى دي بسميها انماط عدديه. ممكن النمط بيزيد وممكن النمط بيقل، ممكن اعمل اضافه وممكن اعمل حذف او خصم. طيب بيقول لي اختار الاجابه، اقرب اجابه للمجموع. يعني ايه هنا؟ طيب انا عندي هنا بجمع العشرات 3 2 و4، او اجمع هنا 3 و6 9 و4 و2 6. 69 اقرب لايه؟ اقرب لل70. ممتاز. طيب نجمع هنا 40 زائد 9 سهلة بقى، يبقى 49. 49 أقرب لمين؟ أقرب لل50. محدش يقول لي أقرب لل70. 9 زائد 70 يبقى 9 و0 9 و1 و7 8. 89 أقرب لمين؟ أقرب لل90. يا ولد يا ممتاز، سهلة جدا جدا جدا، وأنا عارف إن أنت ولد شاطر وإيه ومستوعب معايا. اجمع. انا هحل التلاتة اللي في دول ووقف الفيديو وحل التلاتة اللي هنا. يبقى 7 زائد 1 كام؟ 8. 5 زائد 3 8. 2 زائد 7 9. 4 زائد 4 كام؟ 8. طيب 4 زائد 5 9. 2 و3 كام؟ 5. 59. وقف الفيديو وحل ده وطلع الناتج. طيب قول لي اوجد الباقي. اول ما قال لي اوجد الباقي يبقى انا ايه ده؟ ايوه يا ولد شاطر، يبقى طرح. طيب انا معي 97 جنيها، سوف اشتري هذا الفستان. فستان بكام؟ ب87. هي معاها 97 معايا، يبقى انا هبدأ من تحت هنا. كام هطرح انا بقى؟ يبقى ايه؟ 97 ناقص 87، يبقى هي أصبح معاها 10 جنيهات. يبقى الباقي معاها 10 جنيهات. يبقى الباقي معها 10 جنيهات. أكمل بالعلامة. دي علامة إيه دي؟ محدش يقول لي أكبر بقى، دي علامة أصغر، لأن جهة الشمال يبقى أصغر. دي علامة يساوي، دي علامة أكبر. اللي جهة اليمين فاتحة اللي فمها جهة اليمين دي أكبر، واللي فمها جهة اليسار دي أصغر. طيب 55 زائد 21، أجمع 5 و1 6، 5 و2 كام؟ 7. طيب هنا 76 ناقص 14، 6 ناقص 4 2، و7 ناقص 1 كام؟ 5. يبقى دي أكبر على طول، 76 أكبر من 52. أو شوف العشرات مع العشرات، 5 وهنا 7، يبقى ال7 أكبر طبعا. طيب 96 دي اكبر، واضحة هي دي 15، يبقى دي اكبر حتى من غير ما ايه ما تجمع ولا تطرح. دي 48 زائد 41 واحد، دي يساوي الاتنين رقمين زي بعض بس متبدلين. 55 زائد 31، يعني انت ملاحظ ايه؟ 5 و3 كام؟ 8، يعني 80 فما فوق. طب هنا 76 هتطرح، يبقى دي اكبر مباشرة. 72 ناقص 10 يبقى 62، وهنا 52 يبقى 62، يبقى ده ايه؟ يساوي 23 زائد 35. نجمعهم دول، 3 و5 8، و2 و3 5، دي 58. 8 و9 ناقص 4 كام؟ 5. و9 ناقص 5 يبقى 4، يبقى 58 أكبر من 45. تمام، نشوف المسألة التانية. بيقول لي لاحظ التسلسل، لاحظ التسلسل أو لاحظ النمط. هو 96
بقى 86، يبقى العشرات قلت ولا زادت؟ قلت، قلت بعشرة، يبقى 76، يبقى هنا ستة وكام؟ ده قل بواحد يبقى ستة، يبقى ستة هنا كام؟ ستة تقل واحد يبقى خمسة، وهكذا. طيب اللي بعديها 46، شاطر، بعديها 36، وهكذا. يبقى انا بتقل في العشرات بمقدار واحد. طيب 85 بقى 80، يبقى انا قليت، قليت بمقدار كام؟ خمسة. طيب أأكد في الرقمين التانيين، طب 80 بقت خمسة، يبقى قليت خمسة، يبقى أنا بقل خمسة. خمسة يعني إيه؟ 75 قل خمسة يبقى كام؟ 70. طب قل خمسة تاني يبقى 65. طب قل خمسة تاني يبقى 60. قل خمسة تاني 55، وهكذا. طيب 37 بقت 57، يبقى انا زدت ولا قليت؟ زدت. زدت كام؟ زدت 2 في العشرات، يبقى العشرات بتزيد 2، ادي 77، يبقى بعد كده 7 وكام؟ 97، يبقى بعد كده 97. بيقول اشترت سعاد كيس ارز بمبلغ 4 جنيهات ولبن بمبلغ 5 جنيهات، فإذا كان معها 29 جنيها فماذا يتبقى معها؟ يبقى أنا اللي اشتريته كام؟ 4 زائد 5، يبقى ما شرته يساوي 4 زائد 5 كام؟ 9. طيب هي معاها 29، يبقى اطرح منهم التسعة، يبقى اظل معاها كام؟ 20 جنيها. ليه 20؟ 9 ناقص 9 0، و2 ناقص 0 2، او الاتنين تنزل، الاتنين تنزل. خلاص، يبقى احنا كده اخدنا مجموعة من التمارين على الجمع والطرح. اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.